الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز نشرت فيديو لمباراة استثنائية بين أحمد فتحي وعمر جابر نجوم فريق بيراميدز مع 10 لاجئين من جنسيات مختلفة ضمن فعاليات يوم اللاجئ العالمي. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني. احنا ورا الكورة ولو الكورة معانا بص وتحرك. لعبت معاكم هنا واحنا كمان والله اتعرفنا على الاستاذ هنا محمد. نفسنا طبعا الكلام ده مستني يعني يكون في تجربه واحده مسمينها باللاجئين او في رساله انا قلتها لهم قبل كده ربنا يكرمهم ان شاء الله يحققوا كل اهدافهم. هم طبعا هنا في بلدهم يعني مش في حته غريبه واحنا كلنا واحد ما فيش اي فرق ما بيننا واختلافنا يعني مش بيفرقنا.